يقول لماذا خلق الله إبليس؟ أولا لا يقال لماذا في حق الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا يجب علينا أن نتأدب مع الله تبارك وتعالى في طريقة الأسئلة. لا نقول لماذا الله يفعل كذا، لماذا الله قال كذا، لماذا الله، ما نقول لماذا في حق الله، وإنما طريقة السؤال أن يسأل ما الحكمة، أي نريد أن نتعرف، لأن الله لا يفعل شيئا إلا لحكمة سبحانه وتعالى. والله تبارك وتعالى يقول الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم، والله تبارك خلق الخير والشر للابتلاء اختبار، ورأس الشر إبليس، فالله خلقه الابتلاء والاختبار سبحانه وتعالى. هذه الحكمة الظاهرة والعلم عند الله تبارك وتعالى، ولكن الشاهد أن الله يبتلينا ويختبرنا، هل نطيع أو نعصي، هل نتبعه أو لا نتبعه، وهكذا. والعلم عند الله جل وعلا.